لا والله عمي شلونك؟ شلونك؟ شخبارك؟ الحين الشباب والشابات منخشين من لاهوب من الحر، وانت المعتق طالع وبارز ما شاء الله عليك، اظهر وبين وعليك الامان. اي والله انت اهل البحر والبر. اي والله كديت وكد حلو. اي والله كد ومد. وينهم؟ الله اوه يا مال. اي والله الله سبحان الله. والمرأة كانت مسكينة، يعني هي الرجل وهي المرأة تخيط وترضع. هذا ما تسمع تقول مثل الله عمار بيت. ايوه ولا سفر بنقالة. بنقالة هذه العم الأرملي جاسم الأرملي كويتي العتيج الله. ايوه سافر ويا سبحان الله معذور. قامت شرت ماكينه الله سيارة. الله قامت خيط الله خيط وتجمع ريال من السفر ماكو شيء سبحان الله. بطنه صاف قبل ظهره. مثل يقول عمار بيت بيت سفر بنقاله يعني شاف هناك سبحان الله. تشبيه بيت. جميل عمار بيت صح يعني هذا شو قامت تخيط ماكينه وتجمع يوم يا الريال ولا وين حرمة قصة فلوس من أحسن من الله سبحان الله تفوقت على الرجل. عمي البحر غبة يسمونه، ليش البحر شنو معناته الغبة؟ البحر غزيرة الله عميق. خواهر أو خواهر؟ لا خواهر هوا 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 شرجي هوا شرجي كوس اي أيوة والله بس الله يعني دار الصباح عمرها الله دولة الكويت العربية. اي أيوة والله مساكين يدورون. يقول عمي بدر سيد هاشم الرفاعي وغيره منادم الدسوقي يقول يدورون البيزة الربية ما يحصلونها يسمعون فيها ما يحصلونها فلنتحمد الله. اي أيوة والله عمي لحقت على سوق الماي. احنا عندنا بوم سفينة ايوه تجيب الماي من الله. شو اسمه بومكم محملكم؟ شنو اسمه محملكم؟ مشهور والله انتم مشهورين معروفين يا الارملي. وهذا ديوانكم العامر. الله الحين وين كان مكان عمي سوق الماي؟ سوق الماي وين كان؟ يقولون بالمكان مباركيه صحيح؟ اول وين؟ عند سوق سلاح؟ ما ادري والله. الله قبل كم يبيعون التنكه؟ نقعه الماي معروف. انا حاكيك عندنا السفر سفينة بوم. والله سمعوا تاريخ الكويت يا ناس. يبون يعني كم المركب تحملونه؟ عمي الله يرحمه يقعد البوم اذا قرحت الماية يدف. الله اكبر ايادي شريفة. شو اسمه؟ مشاري. مشاري الارملي. ابوه شو اسمه؟ صقر. صقر اي والله هو صقر. محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اقول لك خلنا قبل بيني وبينك الكويت عاشت عيشه رجال. اي والله جابوها من حج السفن من حج السمك جابوها. اي وحلق والحين معاش الاسد. اقول معاش 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 باكر تنزل معاشاتنا المتقاعدين تمورو. متاكد ها؟ اي والله كل يوم 8 الحمد لله احنا بنعمه عمي. الحمد لله والله. كان والد ابو يعقوب الرفاعي كله بالدرس يقول يا ابنائي الله بالقران يقول وقليل من عبادي الشكور كله كان يكررها كله اذا يالا ناس ضايج خلق. اي والله لا واذا يالا ناس ضايج خلقهم مكتبه المنصوره يقول يا ابني روح اقرا سوره الضحى 100 مره وتعلي باكر. يقول والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خيلك خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا وقت الرخاء بك فحدث إذا صار عندك. إي والله عمي بالنهار هالأيام لاهوب شلون؟ أول كذي كان حر الكويت أشد الله. يقولون أول الطين أحسن صحيح؟ إيه طبيعي إيه صح ميت صح ولا
بس احنا عمي كل سنه الارملي كل سنه نقول هالسنه حر من هالسنه اللي قبلها صحيح؟ نعم نفس الشيء ها؟ الحين شو يسمونه هذا القيض؟ هذا شو يسمونه؟ قيض ها؟ هذا يسمونه اللي هو البوارح؟ الله مثل ما اربعانية لشتا 40 يوم مني لاخر سبعه مو؟ سبحان الله بس احنا بنعمه الحمد لله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول اي والله الرسول صلى الله عليه وسلم اي والله الله يعز زيارتنا وامينا الشيخ نواف الاحمد ولعدنا الشيخ مشعل الاحمد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سربه معافا في جسده لديه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بما فيها. الملك سيدنا محمد تعب كان ما شبع من الشعير وكان الصحابي كشف لقى رابط على بطنه صخرتان هو الصحابي شخرة واحدة من جوع وكان قال له الله إذا تبي أحول لك الجبال من ذهب وهو لا أبا أنه يعني عاش عيشة أصحابه. شكرا عمي على هالمداخلة. أنا ودي كل يوم أشوفك. لا والله أنا أشوفك مرات بس مرات ما أبي أزعجك بس اليوم جاني الإذن. شكرا الحمد لله شكرا طال عمرك الحمد لله طال عمرك هاي شهادة نعتز فيها. إي والله وهاي جمعية شامية انت كل يوم تروح لها. والله ما اقعد اقعد عند الحين انتخابات اجلوها يقولون للسنة الجاية كنا يقولون هذا يعني ما ادري ها يعني للشيوخ ابخص كان الحكم ها الحكومة ابخص احنا نطيع احسن عمي بهالدنيا. نعم هلا والله كل يوم شكرا طال عمرك مع السلامة شكرا عمي